السلام عليكم يا شباب. النهاردة بقى انا هكلمكم عن الـ4 قوى اللي بتتحكم في الكون، وهما قوة الجاذبية، القوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية القوية، والقوة النووية الضعيفة. النهاردة هنعرف الكلام ده بالتفصيل. الجاذبية هي قوة الجذب بين جسمين بتتناسب طرديا مع كتلة الاجسام المتجاذبة وعكسيا مع المسافة بينهم، وده معناه ان كل ما تزيد كتلة الاجسام كل ما تزيد قوة الجاذبية، وكل ما تزيد المسافة بينهم كل ما تقل قوة الجاذبية. بعد كده معانا القوة الكهرومغناطيسية، وهي قوة جذب او تنافق، وبتشتغل بين الاجسام المشحونة كهربائيا او الاجسام المغناطيسية، والقوة دي بتتناسب مع مقدار شحنة الاجسام المتجاذبة او المتنافقة، زائد ان هي بتتناسب عكسيا مع المسافة اللي بتفصلهم مع بعض. خدوا بالكم بقى من الحتة دي، لما بتكون الاجسام سالبة ده معناه ان هي بتتجاذب، لما بتكون موجبة ده معناه ان هي بتتنافق. بعد كده معانا القوة النووية القوية. كل نواة الذرات ما عدا النواة بتاعت ذرة الهيدروجين بتحتوي على اكتر من بروتون، بس بما ان الشحنات المتشابهة بتتنافق، لو مفيش قوة تانية بتحافظ على التماسك وبتقرب البروتونات من النواة، التنافر الكهربائي هيحلل الذرة وهيبعت البروتونات عن النواة. القوة بقى اللي بتحافظ على تماسك الاجسام دي هي القوة النووية القوية، ودي بتشتغل على الاجسام الصغيرة جدا دون الزغية، وسر نجاحها هي انها بتخلي البروتونات تتماسك مع نواة الذرة، علشان كده هي اقوى من القوة الكهرومغناطيسية. بعد كده القوة النووية الضعيفة، وهي القوة المسؤولة عن النشاط الاشعاعي اللي بيصاحب تحلل الاجسام دون الزغية، وعلى فكرة هي اقوى من قوة الجاذبية بس اقل من القوة الكهرومغناطيسية. لحد ما خلصت حلقتنا، والمصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.